كتير منيح إنه تكون مأجر عقارك، بس أكيد حتكون مرتاح أكتر إذا كنت مأمن على هذا العقار بالشكل الصحيح. ولا تأمنه بالشكل الصحيح، ركز على إنك تخصص مبلغ تأمين محدد وتضيفه بالعقد، وتتأكد من وجود بنود بتحفظ حقك كمالك في عقد الإيجار، وأكيد من الأفضل إنه يكون عندك عقد صيانة لعقارك. وهون دوري لحتى ساعدك بصياغة كافة تفاصيل عقدك.